محرك سفينة، فاستعان أصحاب السفينة بجميع الخبراء الموجودين، لكن لم يستطع أي واحد منهم معرفة كيف يصلح المحرك. أحضروا رجل عجوز يعمل في إصلاح السفن منذ فترة، يعني كان معه حقيبة وفيها أدوات كثيرة. يعني عندما وصل وباشر في العمل، بدأ هذا الرجل يتفحص المحرك بشكل دقيق من القمة إلى القاع دون أن يفعل أي شيء، يعني بس بتفحص. وكان هناك اثنين من أصحاب السفينة معه يراقبون، بدهم يعرفوا ماذا سيحصل عند إصلاح المحرك. وبعد الانتهاء من الفحص، ذهب الرجل العجوز هذا إلى حقيبة وأخرج مطرقة صغيرة بهدوء وطرق على جزء من المحرك. طبعا فورا عاد المحرك للحياة، وبعناية رجع المطرقة إلى مكانها والمحرك أصلح وكل شيء صار تمام. بعد أسبوع استلم أصحاب السفينة فاتورة الإصلاح من الرجل العجوز، وكانت $10,000. طبعا أصحاب السفينة هتفوا إنه إيش سوى هذا، ولا إشي، بس أطرق على المحرك. فكتبوا للعجوز ملاحظة الرجاء إرسال فاتورة مفصلة، فأرسل لهم الرجل فاتورة مفصلة بالتالي: $1 للطرق بالمطرقة، $999 لمعرفة أين يجب أن تطرق المطرقة. طبعا الجهد مهم، ودائما لازم نعرف الجهد قديش مهمته، لكن أين يبذل الجهد في حياتك هو الذي بيعمل فرق. إن شاء الله دائما أيامكم كلها سعادة وجمال.